كريدي في المغرب، هو والمواطن المغربي ولاو بحال شي توأم. ولا بالنسبه لي انايا، بالنسبه للمواطن اللي القدره الشرائيه ديالو ضعيفه، فالكريدي غيكون بطبيعه الحال عنده اثر سلبي على الجيب ديالو. ما بقاش المصاريف كتقد بحال شحال هادي، و يعني ولا ملزوم على اي موظف ولا شي واحد غير انه يلتجئ الكريدي. خديت كريدي على الدار وبنيت الدار وطلعتها، وكان مزير عليا ذاك الدين. كاينه، كان مزير عليا ذاك الدين مع الدراري الصغار، مع دخول المدرسه، مع هذه. دابا الحمد لله ريحت، ما بقاش يدير عليا. ما رديت الدين ريحت. انا اولا اللي بغيت ندير الكريدي غنديرو شي حاجه المصلحه ديالي، في الصالح ديالي. بحال بالنسبه للعد، الا كنت مزير نقدر نديرو، ما كنتش مزير ما نديروش. واخا هو كيقول لك غادي تخلصي واحد القدر قليل قليل قليل، ولكن ملي كتجي انت باش تخلصي وديك المده اللي تيكون عندك تتبعك، تتعبك نفسيا، عاود تتكون خدام اولا تجلس من الخدمه كيوقعوا لك مشاكل عاود. ربما يكون بين هذه الاسباب باش تحرم الربا ولا شي حاجه، فهمتيني؟ حنا حاجه كانت حرام، حنا عارفين يعني الدين الاسلامي ما تيحرم شي حاجه الا وعندها شي عواقب سيئه على لا على الشخص ولا على المجتمع ولا هذا. لهذا حنا من باب اولى تنقولوا احنا انه حرام ما نتعاملوش به، شنو غيوقع من بعد اذا ما درتوش ما نطيحش في هذه المشاكل هذه. بالنسبه لي انا شخصيا كنضر المساله ديال الكريدي، لان في الظروف اللي كيعيشها سميتو في المجتمع اللي كيعيشوها، كتكون هي السبيل الوحيد باش يتجاوز واحد المشاكل. كيزيدوا عليك وهذاك الشيء كيدخل في الريبة، وانا ما كنرتاحش ليه. كتلقى واحد كيمشي يشري دار ولا يمشي ياخذ طوموبيل ولا شي حاجه غير باش يمشي يغرق راسو غير باش يبان يتباع، يعني الواحد يرضى باش ما كان من اللي عطى الله وصافي هادشي اللي. وسعدتم اوقاتا مشاهدينا اينما كنتم، ارحبوا بضيوفي في الاستوديو وابدا بالسيد سفيان بوعنان ممثل الجمعيه المهنيه لشركات التمويل. مساء الخير. مساء النور. يسعدنا كذلك ان نستضيف الاستاذ عبد العزيز الرماني الاستاذ الباحث في الاقتصاد الاجتماعي. مساء الخير. شكرا استاذ. على يساري ارحب بالاستاذ سعيد جابويريك المحامي بهيئه القنيطره وممثل الجمعيه المغربيه لحمايه وتوجيه المستهلك. مساء الخير. مساء الخير. وارحب كذلك بالدكتور عبد الرحيم العطري الاستاذ الباحث في علم الاجتماع. مساء الخير. مساء الخير استاذ ايمان. دكتور العطري، نعلق بدايه على ابرز ما جاء في الشهادات. ما استوقفني الايمان في هذه الشهادات هو انه كاين تعريف على الاقل بانه الكريدي ولا ضروره، يعني انه شرط وجودي بالنسبه لبعض الناس. كاين الناس اللي ربما تتفرض عليهم ظروف معينه انهم يمشيو يديروا الكريدي، لكن كان شهادات اخرى تشير الى ان الكريدي تيدخل في اطار المباهات الاجتماعيه وانه تحول الى سلوك مرضي في كثير من الاحيان. اكيد انه في النقاش لابد اننا غنحلوا هذه الاشياء كامله، ولكن المساله المثيره التي استوقفتني هي الحليه والحرام في هذه المساله، انه الكريدي ما زال موضوعا خلافيا في المجتمع المغربي، وما زال يثير اكثر من قضيه ارتباطا بحليته او حرامه. أشرك في التعليق على ما جاء في شهادات الأستاذ عبد العزيز الرماني. طرح المغاربة من خلال تداولهم الموضوع الكريدي، طرحوه كحل لبعض المشاكل وكذلك كمشكل له تداعياته في النظام الرأسمالي بصفة عامة. والمغرب اختار النظام الرأسمالي، كيبقى الكريدي وسيلة من الوسائل اللي كتمارس واللي كتستعمل على المستوى الاقتصادي. من طبيعة الحال هناك أسباب اللي خلته يرتفع، من بينها من طبيعة الحال أنه هناك المقارنة، العين المقارنة اللي هي سماوها المباهات، شيء فعلا كاين في المجتمع، ولكن أيضا تطور وسائل الاتصال خلى الناس كيقارنوا كيبغيو يوصلوا لواحد المستويات اللي ماشي هما فيها. من طبيعة الحال هنا كيصبح الكريدي كيصبح رؤية من ولكن إذا كان ضرورة في بعض الأشياء، يعني بحال التجهيزات المنزلية، بحال السيارات، بحال المنزل، فيجب أن لا يكون لا ضرورة ولا ملجأ ولا مخرج ولا بديل في مسائل، بعض المسائل الاستهلاكية بحال العيد، بحال الدخول المدرسي، بحال شريان اللباس، بحال الزواج، بحال هذا. دونك هذا الشيء خصو يتجاوز. سنفصل أكثر في السلوك الاقتصادي. أستاذ جابريك، ما الذي استوقفك في ما جاء في الشهادات؟ استوقفني هو الظرفية الزمنية، لأن أغلب الشهادات ركزت على الظرف ديال العيد الكبير، ونحن في هذه الاجواء، فاكيد انه الظرف ديال العيد الكبير بكل ما يشكل من ضغط سواء نفسي واجتماعي ديني الى غير ذلك، فاكيد ان هذه الحاجه القيام بهذه الشعيره ولا
الطقس اللي هو من الطقوس التعبديه، دفع للمواطنين اللجوء للاقتراض. النقطه الثانيه التي استوقفتني هو البعد الجغرافي ديال التعليق او ديال هذا الاستطلاع. ماذا اجد بانه هذه القروض كلها حضريه، غياب القروض في المجال القروي، وهذا له تداعياته او اسبابه، وغنقولوا بانه اهم الاسباب هو الضمانات. غنفصلوا كذلك في جغرافيا ربما القروض ما بين الحواضر وكذلك البوادي. اشرك طبعا ضيفي السيد سفيان بوعنان في التعليق على ما جاء في الشهادات. هناك من تحدث عن الكريدي كضروره، هناك من تحدث عنه كمجرد جانب كمالي ياتي من باب الاستعراض والمباهات الاجتماعيه. ما تعليقك؟ ما جاء به الروبورتاج هو صحيح، وكي كيمثل النظريه ديال السبناء بالنسبه للكريدي. اللي بغيت نرجع ليه هو مفهوم الكريدي. مفهوم الكريدي، الكريدي هو اللي جينا نشوفوا لا ديفينيسيون دو تيرم، وثيقه. وثيقه شفافيه وتواصل. الزبناء اما في ضروره غادي يقتني اجهزه منزليه كي يرفع من مستوى العيش ديالو، او سياره، او مشروع من هذه المشاريع. ولكن اللي بغيت ناكد عليه هو لو كريدي او القرض راه ما كيجيش باش يكمل ولا يعلي من القوة الشرائيه. هذه النقطه اللي بغينا نلح عليها. الكريدي هو ماشي حل باش نزيد من القوة الشرائية ديالي. يمكن غادي نفتح ولا نلقى الحل المشكل في ظرف وجيز، ولكن النتائج غتكون نتائج يعني كسلوك دائم وكسلوك النتائج يعني غتكون نتائج سلبيه. وحنا متاكدين وحنا كنلاحظوا، لان كنتعايشوا مع جميع الشرائح في المجتمع ديالنا. عندنا حالات اللي كتشوف الانسان كيجي وكيعاود يرجع ويعاود يرجع عنده، وكيدخل في واحد الدوامه اللي ما يمكنش يخرج منها. قبل ما نتكلموا ربما على السلوك الاقتراضي للمغاربة، نبغي ناسس العلاقة المغاربة بالاقتراض. يعني حنا كنا مجتمع في واحد الوقت من الاوقات مجتمع ادخاري، وحتى واذا كان القرض كيكون يعني من الاقارب او من المعارف. اليوم حنا مجتمع مقترض. فعلا الاستاذة ايمان، كان قبل المغاربة كانوا عندهم مجتمع تضامني اولا، وهذا التضامن كينفع للادخار والتخزين ولبعض الوسائل البديله والتوفير ايضا، لانهم كيلتجؤوا للتوفير والتخزين والادخار باش كيعاونوا المستقبل. هذا معناه ان كان المجتمع، يعني الاسر لما كنهضر على المجتمع كنهضر على الخلايا الموجوده داخل المجتمع، كانت ناس كيخطوا كيتوقعوا المستقبل شنو جاي وكيوجدوا له الاحتياطات ديالهم. الان لما كثرت التسهيلات وكثرت الوسائل وكثرت الحلول والبدائل، اصبح الواحد حتى كيوقع امام مشكله عاد كيوجد لها الحل من خلال الجوانب التي يتيحه كما قلت الاقتصاد الرأسمالي. إذا المجتمع المغربي من طبيعة الحال كمجتمع رأسمالي مشى في هذا الاتجاه، وهو البحث عن التسهيلات الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع، بهذه الأسباب توالدت الوكالات عن طريق الأبناء أو بدونها، وتوالدت الوسائل إلى أن وصلوا إلى الفقراء أيضا الذي أصبح لهم كريدي خاص ديالهم. هذا هو المجتمع المغربي في حلول السبعينيات، بدأت الظاهرة كتمشي مع بداية الثمانينيات أواسطها ارتفعت بشكل كبير. الآن أصبحت موجودة، وهذه الظاهرة جديدة في 12 عام اللي دازت، وهي دخولها إلى بعض الاستهلاك، يعني لحولية العيد، للزواج، للدار، لأي شيء بحال هكذا، وهذا جديد. هذا الجديد هو الذي يجب إيقافه في المجتمع المغربي الآن. أما ما تبقى فهذه الوكالات وهذه الأبناك هي وسائل ضرورية في إطار الاقتصاد بطبيعة الرأس. في هذه الفكرة سأشارك الدكتور عبد الرحيم العطري، العلاقة ديال المغربي بالاقتراض كيف تطورت وبأي منطق اليوم هو يقارب الاقتراض؟ صحيح أستاذ إيمان، استكمالا لما قاله الأستاذ يعني عبد العزيز الرماني، أنه فعلا كانت مسألة الاقتراض كانت مسألة واحد السلوك غير مرغوب فيه، لدرجة أن الإنسان دائما يقول لك جوعي في كرسي وعنايسي في راسي، بمعنى أنه ما خصنيش نبين بأنني في حاجة إلى شيء ما. بالإضافة إلى هذا كانت القيم ديال التضامن الاجتماعي، كانت مثلا القيم ديال دارت، ديال الوزيعة، ديال التويزة، مجموعة من القيم ديال التخزين التي كانت تغنيك عن يعني الدخول في دوامة السلف. الذي وقع اليوم هو أن هذه القيم ديال التضامن الجماعي يعني تراجعت. اليوم كاين منطق ديال البروز الفردي، لدرجة أنه اليوم أصحاب الحوانت كلهم ولاو دايرين واحد اللافتة ممنوع الطلق والرزق على الله، في حين أنه صاحب الحانوت كان عنده الكارني ديال الحومة كاملة. لدرجة أن اليوم عندنا ثقافة تخوين،
يعني شكون هذا اللي غتمشي عنده تقول لي سلفني 10000 درهم وغايقول لك هي اما غيطلب منك ضمانات او شيء من القبيل. لهذا ان انتقلنا من التدبير الشخصاني للامر كانت علاقه تتمه بين الاشخاص، مشي عند ولد عمي، مشي عند ولد القبيله، ولد الحومه وما الى ذلك. اليوم مشينا للمؤسسات، المؤسسات بطبيعه الحال تشترط مجموعه من الاشياء. واحد الاشاره اخرى بغيت نشير لها هو انه في اطار هذا التطور ديال الاقتراض انه مثلا في السبعينيات مثلا اش كانت الظاهره ديال المطر، انه الانسان مثلا لان كانت شركات القروض ما تعطيش فلوس، ما تعطيكش الليكيد، تعطيك مثلا الثلاجه ولا تعطيك الموتور، بنادم تياخذ الموتور وتيخرجو لبرا وتيبيعو وتيعاود فيه البيع وتياخذ الفلوس. لكن تطورت الامور الى ان اصبحت مساله مرتبطه بالفلوس. الخطير اليوم هو انه الكريدي اخترق جميع تفاصيل الحياه. بغيتي دير عطله خصك دير كريدي، بغيتي تزوج خصك دير كريدي، بغيتي تسكن كريدي، يعني لدرجه ان الكوجيتو الجديد انا مقترض انا موجود، يعني انه لا يتحقق وجودك الاجتماعي الا بوجود الكريدي. استاذ سعيد، في هذه المساله ديال تطور علاقه المغاربه بالاقتراض، عندنا رقم يقول بانه 3 من بين 4 مغاربه هما زبناء ديال القروض، بمعنى ان 90% من المغاربه عندهم قرض او اكثر، لان كاين اللي كيوصل حتى ل 4 و5 ديال القروض. شنو التعليق على هذا الرقم؟ فقط لان كيف ما قلنا بانه الاصل في هذا الاقتراض هو دافعه الاساسي الحاجه، وامام انغلاق الباب في امام هاد الناس المقترضين وغياب روح التضامن، لان ملي كان صراحه استحضر مجموعه من الصور داخل المجتمع منها القضيه ديال حتى الجنائز الان راه ولات فيها مشكل. علاش؟ لانه ولينا تلقاو الجنازه ماشي حتى العرس، العرس نقدروا نقولوا تيدوز ذاك الجو ديال الفرح وكذا، المأتم ولا كيدوز بديك العقليه الفردانيه، العقليه الانانيه اللي مطروحه في المجتمع. انا تنقول بانه الى هضرنا على العلاج راه اول شيء يجب ان يصحح في هذا الشيء كامل ماشي لا هو العقود ولا القوانين ولا هو ثقافه المجتمع. المجتمع الان اصبح رهينا لاش لكل التطورات اللي احنا فيها الان ديال العولمه. عقليه الاستهلاك هي عقليه مرتبطه بنظام العولمه ككل ونحن ضحاياه. الا بغينا نحلوا هذا الموضوع بادق تفاصيله خصنا نعرفوا بانه راه من تداعيات نظام العولمه هو ان الزج بالمواطن نحو الاستهلاك، كما بغى يكون نوع الاستهلاك، بالاقتراض كما تيقولوا بهذ الحوايج اللي كتسمى جوطابل، نستهلك الحاجه واللوحه، ندوز واحد المده بواحد الشيء ونبدلوا هذه العقليه ديال الاستهلاك رابطه. هذه النزعه الاستهلاكيه اللي التي تطورت في المجتمع، المجتمع هل زج به فيها ام هو اختارها؟ المغلوب تابع لغالبه، المجتمع الدولي الان يسير نحو هذا النظام ديال العولمه، فما يمكن لناش حنا نكونوا استثناء، ما يمكن لناش بتاتا نكونوا استثناء، لان احنا مفروض علينا هذا النظام ككل، اذا نقبل بل هو شئنا ام ابينا. راه هذا الشيء كله الذي اثير من قبل الاستاذ تويزه وما الى ذلك والوزيعه وغيره كان يشكل لحمه داخل المجتمع وما كانش عندنا روح التباهي. الان اصبح عندنا المساله ديال المظاهر هي السباقه، وبالتالي كنولي انا مضطر خصني نوصل لواحد المستوى معين ماشي لانني محتاج ليه، لا لانه وليت خصني نبان فكره. والغريب في الامر صراحة وهذا يؤلم لأنه ملي كنوصلوا أننا نتاجر في قضية الكبش بالقرض هذا راه خطير. إلا غادي نفكر في أنني غادي هذيك الأضحية كنديرها لوجهي لا وكنتعبد بها راه ما عندي لا حتى شي حاجة أنني نمشي ناخذ القرض لأنها خاص الاستطاعة. ربما هذا موضوع ربما هو موضوع آخر، ولكن ضرب المثل طبعا بالعيد الكبير هو في صلب نقاشنا اليوم. رقم غنرجع للرقم ديال 90% من المغاربة هما زبناء قروض، ربما السي سعيد خداه بشكل سلبي، أنتم أكيد كتاخذوه بشكل إيجابي لأنه هذا يعني بأن يعني شركات التمويل منتعشة اليوم. اللي جاوب به الإخوان كنتفق معهم بما يخص بأن المدخول محدود، إذا المواطن المغربي كيلتجئ للقروض باش يجهز المنزل ديالو باش يقتني السياره ديالو باش يلبي بعض الحاجيات. الاخ جاب بالنسبه للمغاربه ما كيستعملوش هذاك ما عندوش الثقافه ديال الضروريات، نشوف الضروريات اولا عاد نشوف اللي كيجي الكماليات. والكريدي في المغرب عنده واحد التاريخ لنا بدا في السبعينات، انا ذاك كان غير القروض المخصصه كما قال ما كتعطاوش فلوس،
حتى اواخر الثمانينات التسعينات عاد ظهر القرض المباشر بعد ما اتضح بان كان هناك اختراقات والناس كانت ما كتشريش السلعه بل كتاخذ هذيك السلعه كتعاود تبيعها باش تاخذ فلوس. فالمشرع القانون خرج ديك الساعات باح القرض المباشر هو اللي حنا اللي كنسيروا عليه. هذا الرقم هذا كيفاش كتقراوه ديال 90% من المغاربه زبناء قروض؟ هناك ماذا يعكس؟ هل يعكس ثقته في المؤسسات او في شركات التمويل، ام يعكس ان القرض صار جزء لا يتجزا من حياتنا اليوميه، ام يعكس خلل ما يعني على مستوى القدره الشرائيه للمواطن؟ خلل ما يمكنش نقول خلل، ولكن يعكس بان احنا واحد المجتمع ولينا استهلاكي بحكم ما بقاوش لي فرونتير، بحكم ولينا كنطلعوا على الغرب كنشوفوا شنو كيفاش كيعيشوا جيراننا ديال لا ميديتيراني. حتى حنا بغينا نعيشوا، المغربي بغى يعيش معهم، حتى هو بغى يشري سيارته، حتى هو بغى يجهز منزله، حتى هو بغى ال سي دي ديالو، حتى هو بغى الثلاجه والكونجيلاتور ديالو، حتى هو بغى يقري ولادو في الفلوس ما بقاش باغي يقريهم في المخزن، حتى بغى يسافر. فالمدخول بوحدو راه ما يكفيش. الحل الوحيد كيلتجئ بعد تدبير محكم، وهذه هي النقطة كنبغي نلح عليها، بعد تدبير محكم كيلتجئ لشركات التمويل كياخذ القرض. القروض الاستهلاكيه عرفت واحد الطفره كبيره في السنوات القليله الماضيه، يعني انتقلت من الان احنا كنتكلموا على عشرات ملايير الدراهم اللي هي سنويا كتخرج كقروض استهلاكيه. الى ما خصناش نساو بان قروض الاستهلاك هو محرك اساسي في الدوره الاقتصاديه ديال كل بلد. اذا الا كان رقم المعاملات مزيان، اذا كاين هناك واحد الدوره اقتصاديه، كاين اقتناء السلع، كاين واحد الرواج، كاين واحد الحركه تجاريه. هذا مؤشر كنظن بالنسبه لي مؤشر. اللي سمحتي الايمان في نفس الاطار، ربما القراءه ديال الاستاذ يعني احترمها، ولكن تبقى قراءه من داخل البيت الداخلي ديالكم، ربما قراءه اخرى تقول بان هذا الرقم المرتفع يدل على ازمه، أزمة المغاربة في تدبير علاقتهم مع هذه الحياة، أزمة ديال الغلاء ديال المعيشة، أزمة ديال أنه تدبير علاقاتنا الاجتماعية، أنه الجانب التضامني هو تحت الصفر، يمكن أنه الجانب يعني ديال الاستهلاك يرتفع لواحد الدرجة كبيرة، الأمراض الاجتماعية ارتفعت كبيرة، يعني أنه لا يمكن أن نقرأ هذا الرقم دائما على أنه انتعاش وأنه حركة اقتصادية. ولكن دكتور العطري عندما يتعلق الأمر بمسألة غير ضرورية، نعم، وتندرج في إطار الكماليات، وهنا كيتحمل كل شخص أو كل فرد كيتحمل مسؤوليته في هذه المسألة. فعلا، لأنه كما قلت يا لالة إيمان، يجب أن نميز بين ثلاث أنواع على الأقل القروض في المغرب. كاين القرض الاضطراري، كاين الانسان مثلا بغى يدير عمليه جراحيه لمو ولا لباه ولا هذا ولا شي حاجه، ما لقى حتى واحد اللي يسلفو، ما عندوش خيار الا غيمشي يطرق هذا الباب، هذا القرض الاول. القرض الثاني هو القرض التفاخري، باش خصو يدوز اسيدي العطله ديالو في كابونيغرو، ولا باش خصو يدير هنا ولا هنا، تيمشي يدير هذا القرض، هذا القرض التفاخري. وكاين قرض اخر اللي نقدروا نسميه قرض تدبيري، لتدبير ازمات معينه، انه ما يقدرش ناخذ عليه اليوم هذا العام، كان لالا العطله، العطلة كان معها رمضان، من بعد رمضان كان الدخول المدرسي، من بعد الدخول المدرسي العيد الكبير، شكون هذا المواطن المغربي اللي غيقدر انه يدبر هذه الامور، هذه المصاريف كلها بلا ما يلجئ للاقتراض او بما يدخل ديبيتور؟ يعني راه كاين واحد الاقتراض بشكل من الاشكال، راه كنا ديبيتور، يعني دائما راه داخل في المنظر الجايه، بمعنى انه يعني الازمات من تتراكم ما عندكش خيار الا انك تلجئ لهذه الوسائل. سنستأنف نقاشنا، ساعود اليك استاذ، نستأنف نقاشنا لكن بعد متابعه الروبورتاج الاول في هذا العدد. كوثر حمومي تتوقف عند ارتفاع اللجوء الى الاقتراض، تبحث في الاسباب، تعرج على عدد من تجاوزات المقرض والمقترض على حد سواء قبل ان تعرض لتداعيات او لنقل كلفه غاليه يدفعها الفرد وحتى الاسره بسبب سوء التدبير. صوره عبد الصمد منتصر. بعد أن كان من البدائل التمويلية للمواطن المغربي أضحى الاقتراض اليوم بابا لا مناص عن طرقها، ففي أول دائقة مالية يهرول المواطن إلى أقرب وكالة بنكية، بعد يوم أو يومين يحصل على السلف الذي يريده وفق مسطرة ميسرة ومبسطة. وإذا كان الأمر في بدايته يبدو للبعض حلوا، فإن آخره يكون حنظلا بالنسبة لبعض المقترضين، حينما تتراكم الأقساط الشهرية ويصعب عليهم الوفاء بالتزام التزاماتهم المالية للمؤسسات المقرضة. نسبة ارتفاع القروض بلغت تقريبا 20%، يعني خمس المغاربة تزادوا كل عام بحسب الناس اللي تلجؤوا إلى القروض الاستهلاكية.
وهذا دليل على يعني تيدل على الوضع الاجتماعي بشكل عام في المغرب، وهو أولا كاين هناك ميل إلى الاستهلاك نظرا لوسائل الإعلام والدعاية والإشهار إلى آخره. ومن أجل إقناع المستهلك بالمنتوج أو القرض البنكي تجد شوارع المدن وعند كل مناسبة تعج بلوحات إشهارية تبرع فيها المؤسسات البنكية في استدراج المواطن عبر أساليب إشهارية تعاكس الواقع في بعض الأحيان. هناك نوع من إذا شئنا القول نوع من التربص بالمواطن ونوع من الدفع دياله بعدد من الإغراءات التي ترافق القرض الممنوح، يعني سواء عن طريق طنبولة مسابقة وعدد الأشياء، هذه كلها أشياء يعني تغري المقترض. أمام ارتفاع تكاليف الحياة وأمام التسهيلات التي تقدمها الأبناك يسقط العديد من المواطنين في شبه إدمان على الاقتراض، فيراكمون على ذممهم مجموعة قروض تفوق قيمة أقساطها أحياناً رواتبهم الشهرية. وإذا كان البعض يرجع المسؤولية إلى المؤسسات الممولة فالبعض الآخر يضعها على عاتق جمعيات حماية المستهلك. الضغط بالدرجة الأولى هو استباقي ووقائي، بمعنى أن الجمعية دورها هو التوعوي، أنها تصل للمستهلكين وتحاول ما يمكن تبين لهم المخاطر والمزالق اللي يمكن تحدث عند الإقبال على هذه القروض بدون تفكير وبدون تمهل وبدون حكمة وبدون ترسل. القرض هو نافع، كل ما كان المستهلك نوعا ما استحضر كل مخاطر وكان على بينة جميع الالتزامات اللي كتنتظروا. أي كانت مسببة ظاهرة الاقتراض المفرط تبقى تداعياتها واحدة على الأسر المغربية: عجز عن سداد الواجبات البنكية، تراجع في المستوى المعيشي وضغوطات نفسية واجتماعية بالجملة. تواصل النقاش مع الأستاذ عبد العزيز الرماني للحديث عن بورتريه المقترض. من من المغاربة يقترض اليوم؟ وعندي رقم اللي هو الموظفون والأجراء يشكلون 93% من مجموع المقترضين للاستهلاك. بالنسبة للناس اللي كيقترضوا بحالنا بحال أي مجتمع رأسمالي، كاين اللي كيقترض من أجل الاستثمار وهذا يعني اقتصاديا معقول، وكاين اللي كيقترض لصعوبة وصوله الأجرة ديالو باش تغطي هذاك الحجم ديال المنتوج اللي غيقترضوا، بحال الدار 200 مليون هو كيتخلص 2 مليون ما غيقدرش غيمشي يقترض من طبيعة الحال باش يسدد، وهذا أيضا موجود في العالم كامل ما كاين حتى شي مشكل. وكاين اللي غيقترض من أجل بعض التجهيزات البسيطة التي يطالوها بالأجرة ديالو، ولكن شيئا ما كي عنده واحد الادخار كيسهل له بأنه ياخذ من الادخار باش يغطي هذا الكريدي ديالو، هذا ايضا معقول من الناحيه الاقتصاديه. ولكن اللي كيقترض باش يشري واحد الحاجه ويستهلكها وتمر وتسالي ويلقاسو واقف لمده سنتين ولا سنه باش يغطي هذا الاستهلاك، هذا القرض الديون ديالو الثقل ديالو هنا كيصعب. الا انت بالاسلوب البسيط الميداني مديتي رجلك اكثر من حسارتك ولا هزيتي راسك على من السطح ديالها، هنا غتبوق له لان غيضربك البرد واحده من جوج. اذا خصك تنظم التسيير والتدبير الاسروي ديال البيت ديالك وتبحث عن البدائل الاخرى. هذا البحث عن البدائل اللي غنهضروا به يمكن في اخر الحلقه في اطار النتائج، هذا البحث عن البدائل هو الثقافه الاجتماعيه اللي من جهه خاص يتوقد عليها الفرد، الفرد الاجتماعي يتوقد ويمشي يقرا ويبحث على الدلائل الاجتماعيه لتسيير بيت اسرته في اطار المعقول ويغطي التكلفه ديال هذه المره والمرات المقبله والمناسبات. والجانب الثاني ايضا هو خروج المؤسسات البنكيه والوكالات من القوقعه ديالها باش تواصل بعقليه المجتمع المغربي وباش تنقص ذاك البرج اللي هي ساكنه فيه الان من الناحيه الاقتصاديه وتهبط عند المواطن تبسط الامور. طيب ربما كطرح الحل نواصلوا التشخيص 93% وغنعاود نطلب منك تعليق على هذا الرقم. موظفون واجراء يقترضون فعلا. سمح لي يا استاذه ايمان انني مشيت في النقاش للمجتمع المجتمعي ونسيت الجغرافيه اللي كتادي لهذا، ماشي الجغرافيه الخريطة ولكن ديال المونوغرافيا اللي عندنا فئة الأجراء والموظفين كنوجدوا الفئة شبه المتوسطة، لأن المتوسطة بدات كتمشي نحو الفقر، شبه المتوسطة اللي هي من 4000 حتى 9000 درهم هي
التي تلتجئ أكثر للقروض، والفئة التي شيئا ما مناسب عندها الدخل يعني فوق 9000 درهم 15000 20000 درهم هذه كتقدر تغطي الحاجية ديالها وعندها القروض فقط في في, في العقار ومن فوق. هذا ما كنهضروش عليه، كنهضروا على الاستهلاكية، ما كيلتجئوش إطلاقا إلا نسبة 2% لهذه القروض البسيطة جدا. معناه أن هذه الخريطة من 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 من, من الموظفين والأجراء هي التي تتوجه إليها من طبيعة الحال الوكالات البنكية عبر وسائل الاتصال، عبر وسائل الإشهار، عبر وسائل الإقناع من طبيعة الحال، وتستطيع جلبها نحوها. لكن الآن هذه الفئة هي فيها أصلا هشة في المغرب، يعني 4000 9000 درهم هي هشة، خاصة الآن عرفنا أنه العيد كتوصل القروض كتوصل ل 6 مليار ديال الدرهم، هو مبلغ كبير بزاف من 40 مليار اللي كتكون العام كامل، واللي فيها واحد النسبه كبيره راها 3.5% اللي هي ولات داخله في الخطر الان، واخا معقوله من الناحيه الاقتصاديه. اذا الى وصلنا لهاد المستويات الان خصنا نضربوا ناقوس الخطر ونقولوا هذه الفئه اما نساعدوا الاجور، نصعدوا الاجور من طبيعه الحال باش نحتفظوا لهذه الفئه بالقوه ديالها حتى الاقتراضيه، والا هاد الناس صبحوا هما مهددين من طبيعه الحال. نصعدوا الاجور وما نجروش هذه الفئه نحو الفئه الفقيره اللي هي تحت 4000 درهم، وهذه هي الفئه اللي كنعتبروها فعلا فئه فقيره، واما من طبيعه الحال نطلبوا بعض التسهيلات الاضافيه في اطار هذه الفوائد وهذا الفريد دوسي وكذا من طرف او نرشدوا سلوك الاقتراضي كذلك، لان كاين حتى مسؤوليات الفرد. استاذ جابويري كنبغي نبقى دائما في التشخيص ونتحدثوا، تحدثنا على الفئات السوسيو مهنيه كما طرحها استاذ رماني، تحدثوا على جغرافيا الاقتصاد او جغرافيا الاقتراض. كاين مناطق في المغرب تقترب اكثر من غيرها خاصه على مستوى الحواضر، يعني اللي هي مجتمعنا طبعا مجتمع يتجه نحو انه يصبح مجتمع استهلاكي بامتياز، ولكن في مناطق اكثر من غيرها. غير سمحتي لي انا صراحه، لان دابا الان احاول تركيب هذا النقاش اللي كيدور الان بطبيعه الحال من اجل التشريح لا التجريح. اكيد ان المؤسسات القرض سواء كانت ابناك او غير ذلك من المؤسسات، كيبقى عندنا هاجس واحد، المواطن. لأن المواطن كزبون شنو هي الضمانات ديالو؟ واش فعلا انه تحقق له؟ انا مشيت انا غنقولها بالدارجه، مشيت برجلي لعند هذيك المؤسسه ووقعت بيدي على هذاك القرض، ولكن واش تعطاتني انا الضمانات اللي غادي نكون انا في مستوى التوازن بيني وبين هذيك المؤسسه؟ من طبيعه الحال نقول لكم لا، انا من منطلق الفاعل الحقوقي ومن منطلق جمعية حماية المستهلك كنقول بأنه هناك خلل كبير في التوازن بين المستهلك وبين هذه المؤسسات. وغادي نرجع للمنطق القوي والضعيف، بمعنى أن المواطن يبقى ضعيف أمام شركات التمويل. طبيعي. السؤال واش فعلا أن هذاك الطرف الضعيف تعطاته الإمكانية ديال أنه يوقف على حقه كامل عادي يقرر؟ من طبيعة الحال نقول لكم لا. علاش؟ لانه راه الروبورتاج اعطانا الدليل الكافي على انه فعلا انه ما نقولش تدليس، ولكن نقول ان المستهلك يتعرض لواحد النوع ديال الاكراه النفسي والغبن حتى يزج به، وهذا ما ورد على لسان احد المتدخلين. علاش يزج به؟ الا تنهضروا على 3000 و 4000 درهم كمدخول، انا غنقول لكم الان ونحن في موسم هاد الامطار التي تتهطل على المغرب، راه الا درتو في الاسواق ديال البوادي غتلقاو مجموعه ديال الابناك حطات دي كارافان ديالها. لماذا؟ قبيله ملي طرحت المساله ديال العالم القروي والمدن ولا المجال الحضاري، راه كاين فرق انه ملي كيمشي الانسان في المدينه، وربما الدكتور طرحها فيما يتعلق بالعاطل، ما غتعطيهش البنكه او المؤسسه الاقتراض ما تعطيهش الدين. علاش؟ لما كاينش ضمانه. ولكن ملي كنمشيو للباديه، هذاك الفلاح اللي يمكن نقول لكم عنده قطعه ديال جوج الامطار، ملي كيمشي وكيدي لهم شهاده المحافظه كيعطيوه. علاش؟ لانه كاين مساله ديال الحرث الان اللي نحن على ابوابها، كيعطيهم الارض، اذا عطاهم ضمانه ماديه ملموسه غيعطيوه ديك الفلوس باش غيمشي يحرث. قبل منها شنو اللي كان في المجتمع المغربي؟ كان كيمشي كيتسلف من عند جاره هذاك الدابه باش يمكن يحرث. شنو اللي كنوليو كنتسائلوا؟ واش فعلا ان هذا المستهلك توجه بمحض ارادته؟ كنقول لكم انا لم يتوجه بمحض ارادته، وان الارقام التي اعطيت غنقول لكم بان راه المواطن فيها لم تعطاه الضمانات الكافيه بانه يقرر هذاك الاستهلاك، وهذا يخالف الراي اللي قال السي عبد العزيز. طيب غنقل هذا الراي، غنقل هذا الراي للسي نكمل غير الجمله، اعطيني الفكره الجمله هي انه فيما يتعلق بالدوره الاقتصاديه، حيت ملي كنجيبوا الاستهلاك
السينا يجب ان يكون طواعيه، اما ان تجيش كل الات ديال الاشهار وما الى ذلك وحتى استغلال الاميه ضد المستهلك ونمشي ونقولوا بانه هذا راه غيدخل في الدوره الاقتصاديه. انا فاعتقد طيب غنقل هذه الفكره طبعا، وهي فكره غنحتاج نتداولوا تفاصيلها مع السي سفيان بوعنان. يعني الاتهامات اللي طرحها السي سعيد جابوري كان غنعاود نصيغها، انتم تتهمون بانكم تجيشون يعني وسائل الاتصال من اجل الزج بالمواطن فانه ياخذ من عندكم قروض استهلاكيه، كيف ترد؟ شكرا لإيمان. أنا غير متفق مع اللي جاب به الأخ، وخصوصا اللي يتكلم على القوي والضعيف، غير متفق كذلك من كيقول المواطن أو الزبون هو مكره وكيمشي وكيدخل عندنا وراه ما عارف والو راه كيوقع، هذه الصورة اللي جاب بها الزبون. حنا ما كنعيطوش له، كنجيبوه مكره. بالنسبة للواحات الإشهارية أكيد كنقوموا بلواحات إشهارية، ولكن هو كياخذ باش يمشي يشري ويستهلك. ألور إلا كان بغى يقتني التلفزة راه شافها في محل آخر وبغى يمشي يشريها، شنو هو ما يقدرش يتسلف، ما يقدرش عنده واحد الطاقة الدخارية شهرية كتكون، شنو هو الملجأ الوحيد؟ يمكن ماشي الوحيد، يمكن يدفع شيكات وهذا خطر. ثلاثة ولا أربعة شيكات حنا كنعرفوها، كنمشيو كتقول له هاك الشيك دابا والشيك فاندوم والشيك الشهر الآخر، تصور معايا داك الشيك كيرجع امبي كيولي في خطر. هذه مساله عاوتاني بمعنى انتم الان تطرحون انفسكم كحل لهذه المشاكل، هو حل وماشي يعني كباب مشاكل يفتح على المواطن. انا بالنسبه لي كمستهلك هو حل بالنسبه لي باش جهزت المنزل ديالي، باش شريت السياره ديالي، باش ما يمكنش ندير كل شيء نقدا، هذا مستحيل. كاين حتى اتهام اخر يرتبط بالجانب التواصلي، يعني واش المستهلك ملي كيجي يطرق باب شركه التمويل تتوضح له، يعني تتوضح له البنود ديال العقد، كتوضح له البنود كيكون عارف راسو علاش داخل، كيكون عارف راسو علاش داخل. مساله بسيطه، ملي كيجي عندنا كنستقبلوه اكيد، كيدلي لينا بوثائق الاثبات ديالو، كنعرفوا شنو هي المهنه ديالو، شنو هو المدخول ديالو، جميع المسائل، لان احنا في قرون الاستهلاك كنتكلموا لغه الوثائق الملف. كيبغى يعرف معلومات، بغى 10000 درهم، بغى 5000 درهم، كنعملوا له بما نسمي سيمولاسيون، كيعرف شنو هو التسديد الشهري ديالو، كيعرف شنو هما مصاريف الملف ديالو، كيعرف شنو هما مصاريف التامين ديالو، كاع هاد المعلومات كتعطاه، عاد كياخذ القرار ديالو، ماشي كيجي وكيوقع على بياض. الغالبيه ديال المغاربه كيوقعوا بلا ما يقراوا احيانا العقود، وكتكون باللغه الفرنسيه، يعني حنا طبعا النص ولا الجانب النظري نقدر نتفق معك عليه، ولكن تطبيقيا يعني كيفاش كتتم هذه العمليه راه فيها مشاكل. بالنسبه للعقود هي الصنف اللي كنسميو لي كونديسيون جينيرال، وكاين لي كونديسيون بارتيكولير. لي كونديسيون بارتيكولير هذاك كيقراهم، لان شنو هو فيها؟ الاسم، النسب، لادريس، لا سيان، المبلغ، التسديد الشهري، مصاريف المال، مصاريف التامين، هادشي كلشي كاين في لي كونديسيون، هذا كيطالع عليهم. كيبقاو لي كونديسيون جينيرال اكيد. العمليه كتتم في واحد الوقت ما يمكنش لينا، هذيك لي كونديسيون بارتيكولير نورمالمون كيقراهم اتي تروبوزي، وكيشوف شنو هما البنود اللي كاينين وشنو هما المسائل اللي كاينين. كاين شركات اللي مازال اللي عندهم عقود بالعربيه، كاين شركات اللي مازال محتفظين الا باللغه الفرنسيه. غنرجع لك استاذ في الجانب التواصلي، يمكن سي عبد الرحيم عنده اضافه في هذا الباب. انا دائما احذر من واحد المساله سميتها النجيمه. ماذا اقصد بالنجيمه؟ انه اي عرض تتلقى مثلا بانه راه طرد 500 درهم غتضاع على 10 شهور، بمعنى انك ما غتادي حتى شي حاجه، وفي الجلد تلقى واحد النجيمه صغيره، والخط مكتوب اولا بالعكس، داك الشيء كله مكتوب هكا، يعني مكتوب يعني افقيا، هذيك تلقى مكتوبه يعني عموديا، نجيمه مكتوبه عموديا، نجيمه وفيها اشياء اخرى، يعني اشياء اما تلقى مثلا السياره هذه الصوره غير تعاقديه، او ان هذا المبلغ، وهذا نوع من التدليس. بالاضافه الى هذا تلاحظوا بانه مثلا عين ناخذوا هذه القروض دابا اللي جات دابا، تيقول لك بان غترد القرض كما هو، خديتي 3000 درهم غترد 300 درهم في الشهر، ولكن ملي غتمشي غتلقى المصاريف ديال التامين، غتلقى المصاريف ديال فريد الدوسي، شنو هو الدوسي؟ جوج وريقات تخلص عليها ب 300 درهم ولا 200 درهم، هو بزاف، راه جوج وريقات خارجين من الامبريمونتو هذا. ولكن ربما هي مساله مشروعه، لان حتى هذه الشركه التمويل خصها تربح معاك، ولكن يكون واضح معاك الفلوس انا ما اطالبه، هو يكون الوضوح، لان هذا السيد تيقلب على خدمه باغي الوضوح التام، لانه ما جا عندك تما الا وانه مضطر
فعلى الاقل ما تستغلش هذه الاضطراريه ديالو، ما تستغلش هذه الحاجه ديالو، لان في كثير من الاحيان هذه الشركات لم نعلم اليوم ان شي شركه مفلسه. يعني هذه الشركات كلها تحقق مبالغ خياليه، علاش؟ لانها تستثمر في ازمه الناس. حنا ماشي نقولوا ما تستثمر، استثمر، ولكن ضرب وتقيس. طيب غناخذ مداخله اخيره باش نختار واحد التعقيب ما بتفقش مع الاستاذ مني قال لك كنستثمروا في ازمه الناس. هذا مستحيل. احنا كنعتبروا نفسنا وسيله وحل باش الناس يقتنيوا ويجهزوا المنازل. النقطه الثانيه وبالنسبه للتواصل واللوحات الاشهاريه كذلك غير متفق. الى شفنا في الروبورتاجات اللي دازوا وكنشوفوا هذاك الحولي واقف، كنشوفوا لتحت مكتوب بان هناك 3000 درهم مده تسديد 10 اشهر، 300 درهم في الشهر، هناك مصاريف ملف، هناك بدون مصاريف تامين، هناك كلفه كل شيء. ولكن النجيمه دائما حاضره يعني في علاقات الاشهاريه. هذه كانت قبل، متفق معك، كانت نجيمه وكتكون افقيه، اليوم اصبح تواصل. طيب ناخذ ربما حتى استاذ رماني عنده تقييم التواصل ديال شركات التمويل مع في الجانب التواصلي. هما جوج الحوايج اللي لاحظوا بانه الا خدينا ما بين الجانب الانساني والجانب المهني المؤسساتي والجانب من طبيعه الحال الحقوقي، غنمشيو للوسط، الوسط باش نكون واضحين. هذه المؤسسات من الناحيه الاقتصاديه وسيلة ضرورية لإنعاش الاقتصاد وتطويره ما كاين حتى شي مشكل. حنا رفضنا هذيك الديون، هذاك الاقتراضات الاستهلاكية اليومية البسيطة، يعني الحولي وكذا والترفيه والمزايدة والاكتمالية، وهذا حيدناها، قلنا ما كاين حتى شي مشكل. ولكن قلنا وشرنا بأن هاد الناس مازالوا ما كيتواصلوش مع المواطن المغربي بلغته، بعدا راه كانوا كيتواصلوا قبل غير بالفرنساوية، دابا راه بدات شوية العربية كتدخل لهم، ولما دخلت عوجة. لاحظوا انكم بينتوا دابا واحد الاشهار فيه واحد الملصق قد الخله مصوره فيه مراه دايرين لها كرون وقايلين لها مع، هذا ماشي اخلاق زعما، مانيفيك ما يردوها مع، يعني باقه الفرنسويه داخله في مخهم، مانيفيك مع مراه ماشي بهذا الاصول باش تعامل. انا ما عرفتش فين الجمعيات الحقوقيه والنسويه اللي ما تحركاتش ضد هذا الملصق. الا تحركات مزيان، انا قريت بيانات على هذا الملصق، الا تحركات هذا الشيء اللي بغيت. مره شفت ملصق جاب الله كنعرف المدير ديال التواصل في شويه قله الحياه، عيطت له انا بيدي بالتليفون، قال لي كاودي راه هذيك الوكاله اللي كتصوب لنا الاشهار مفرنسه، على ما كاينش المعربين والمغاربه وكذا اللي كيفهموا المغاربه بدارجتهم وبهذا مزيان. الثالثة كان هاد النجيمات فعلا فيهم التأشير اللي كيزعج المواطن، مازال الوضوح ما كاينش، خاص كل مواطن يشوف باللي راه ما كاين حتى شي فوائد، يعرف باللي راه غيمشي وغيخلص مصاريف الملف، وهي أصلا هي الفوائد اللي كتستافد منهم ديك المؤسسة. ولكن النقطة المثيرة في العمل كامل هو هذاك الشيء اللي كيوقع عليه المواطن. طبعا أنا كنتفق مع النعمان، لأن قال لك قبيله أنا ما كنتفقش، علاش أخويا ما غاتتفق معايا؟ اتفق معايا في المسائل لأن مواضحين، حنا كنا كنمشيو في المنصات ولكن بالوسط. هذوك الوثائق كانوا واحد الوقت ملغمين، كانوا بلغة ماشي من لغة المواطن، من ترجموهم للعربية شدوا فيهم واحد اللغة التقنية لا يفهمها المواطن، ولكن زادوا في الطين بالله ودارهم خصك ثلاثة كليلوب، يعني دوك المكبرات باش يمكن لك تقرا هذوك العقود ديالهم، وكيلزمك يقول لك سير وقع دوك العقود سجلهم وكذا وبسرعة اجي في شي بلدية باش من طبيعة الحال تلقى ديالهم. كتزيد مصاريف جانبية أخرى، مصاريف المصادقة أو التصديق في البلديات، معنى غادي تدخل غتلقى مصاريف المصادقة تصديق، وغتلقى مصاريف الملف، وغتلقى مصاريف التأمين، وغتلقى مصاريف كرة، ومع ذلك كتشوف في الإشهار. أنا أش قلنا؟ قلنا لهاد الناس يخرجوا لوسائل الاتصال، راه ماشي وسائل تبقى تجي لعندهم، يخرجوا لعندهم يديروا برنامج سيدي بحال البرامج اللي كديروا هذوك اللي كابسيلو هذا صغار للمواطن باش يفهنوه طرق المعامله مع الابناك ومع الوكالات الاستهلاكيه والقضيه. في شكل مقترحات في الاخير غناخذوه في شكل مقترحات، ربما غنعطيك دقيقه باش ترد او الا احتاجيتي اكثر ناخذوا فاصل ونرجع لعندك. دقيقه كافيه تفضل. دقيقه كافيه. لا غير كتعقيب، كنفهم منه بان كاين واحد سوء نيه لشركات التمويل. سوء تواصل الله يرحم والدينا. انا كنترجمها بسوء نيه، وكان كاين دي بياج وكنحاولوا. لا هو كنظن المبدا ومبدا الثقه، وكاين حسن النيه، هذا هو اللي خصنا نمشيو عليه، لان فاش كيدخل الزبون راه في حاجه راه باغي حنا كناديو له
هذا. بالنسبه للعقود هذوك البنود اللي كاينين هذه مساله غير مساله اضطراري، راه ما يمكنش دير لي كاركتير 10 ولا 12 راه غتخرج لي عقد فيه 4 ولا 5 ديال الصفحات. اساسي مساله باش تكون مساله براتيك. بالنسبه للعقود راه ما كيتليغاليزا، واش ما كاين حتى شي مصاريف. اللي كيتليغاليزا هما هذوك الوراق اللي كيصيفط للمشغل ديالو بالنسبه للموظفين كيليغاليزي واحد. مي العقد هو اني جامي ليغاليزي، يلي سيني في الوكاله. ربما تفهمنا بان ما كاينش سوء نيه، ولكن كاين كما قال سي عبد العزيز الغماني سوء تواصل. سنفصل اكثر لكن بعد فاصل قصير، نعود بعده لمواصله النقاش وموضوع عدد اليوم المغاربه والكريدي. نلتقي بعد لحظات. Avec grand format, parcourez l'Irak à bord d'un taxi. Un périple qui vous permettra de comprendre l'Irak d'aujourd'hui, quasiment un an après le départ des derniers soldats américains. Qu'ont-ils laissé derrière eux après 9 ans d'occupation militaire? Dans chaque ville traversée, un Irakien passager du taxi témoignera de son quotidien. Vous verrez que la paix promise par Washington est bien loin d'être au rendez-vous. Bagdad Taxi, c'est à voir absolument dans grand format. أهلا بكم مجددا. سأواصل مع الأستاذ سعيد جابويريك. تكلمنا على أو قمنا بتقييم ديال التعامل ديال شركات التمويل، وفي مقابل هذا التقييم غادي نروح حتى تقييم ربما لأدائكم أنتم كجمعيات ديال حماية المستهلك. وعندنا اليوم قانون فيه عدد من البنود المتعلقة بالاقتراض واللي ربما المواطن العلم بها ما هوش كبير ومتداول. في حقا لا يسعني الا ان اتقدم لك بالشكر على اثاره هذه النقطه بالخصوص. علاش؟ لان فيها ثلاثه ديال الحويجات مهمه جدا. صدور هذا القانون هو في اطار عام نتيجه نضالات متعدده.